بالنسبة للتظاهر، تظاهرة البصرة لقد تضاءلت خلال هذا الشهر أو الشهر النصف، تضاءلت تماما جدا يعني حقيقة، وذلك للأسباب التالية، ألا وهو عرض الإغراءات والمال السحت وأمور عديدة، سواء بالإغراء أو بالإكراه قد انسحب الكثير من التظاهر، وهناك رجالات معروفين بساحات التظاهر لقد انسحبوا نتيجة هذه العوامل التي أضعفت هذه التظاهرات، وما بقى إلا الشباب القليل أو النزر القليل من الشباب الذين يتظاهرون ويطالبون بحقوقهم المشروعة والقانونية. نحن كيعني أبناء البصرة المتظاهرين والمستمرين في التظاهر، يعني مستمرين في التظاهر، قد رأينا بأم عيوننا أن هذه التظاهرات قد ضاءلت وضعفت، فعليه الصيف القادم عندما تصعد الملوحة وتسمم المياه وتلوث البيئة وانقطاع التيار الكهربائي، هناك اللي ربما يكون هناك تصاعد التظاهر والمطالب وهكذا. نحن للأسف يعني أسف شديد يعني نتيجة تكالب القوى الداخلية والخارجية على المتظاهرين البصريين وغير البصريين من الشعب العراقي، هؤلاء بين فكي السندان والمطرقة، نحن ضحايا هذا النظام برغم مطالبنا المشروعة، ولكن هذا النظام الطغيان والظلم والفساد الإداري والمالي، هذه الحكومات وخصوصا عادل عبد المهدي الذي أراد أن يشرع بمكافحة الفساد، هذا الرجل ليس بكفاءة عالية وليس له الصلاحيات الكاملة وليس لديه شجاعة بأن يقوم بأمر هكذا، أمر بأنه يقضي على الفاسدين. بالأمس القريب النواب قد شرعوا قانونا على المفتشين العموميين، وهؤلاء حلقة زائدة وحلقة مفسدة تماما، ولكن وللأسف الشديد أنه عادل عبد المهدي قد أعطى توجيها بالتريث لغاية 15 عام، وبالنسبة للمفتشين العموميين في الوزارات هم فاسدين بالأساس ويعملون لمصالح الأحزاب ولأجندات خارجية، فهؤلاء بالأساس فاسدين، لم يقدموا لنا أي متهم خلف القضبان، فعليه عادل عبد المهدي يعتبر فاشل من خلال 100 يوم التي أطلقها على نفسه، واليوم قد أثبت بالفعل أنه عادل عبد المهدي فاشل تماما بإدارة الدولة العراقية وبمحاكمة مكافحة الفساد، فعليه الشعب العراقي يائس، وعلى الشعب العراقي أن ينهض ويأخذ ثأره بيده. بالنسبة للناشطين المغتربين العراقيين اللي هم خارج العراق وفي الشتات في أوروبا وفي أمريكا ولا غير ذلك، كل عراقي شريف وطني شريف يسعى ويساند المتظاهرين في الداخل ويساندهم، نحن نوجه لهم جزيل الشكر والعرفان، عليهم أن يشدوا أزر ما في الداخل من التظاهر للمتظاهرين المدنيين، ولكن بشرط أن تكون دون أجندات خارجية وأن يكون لمصلحة الوطن، وطنيين بامتياز. نحن كعراقيين والجارة الإيرانية للأسف الشديد تتدخل في شؤون الدولة العراقية تدخل سافر، نحن ليس كأخوات، أخت كبيرة وأخت صغيرة، لا تملي إيران كأخت كبيرة على أختها الصغيرة، نحن عراقيون وشيعة نعم، حدود مشتركة نعم، جغرافيا مشتركة نعم، ولكن على إيران كما نبحث على مصالحها ومصالحها وسيادتها، فعلى إيران أن لا تتدخل في السيادة العراقية وأن تحترم مصالحنا وسيادتنا في البلد. وأما هذا التدخل الكامل، ونحن تعتبر إيران خلفية، الحديقة العراقية خلفية لإيران، هذا جملة وتفصيلا مرفوض تماما. خرجت اليوم انتفضت جماهير محافظة البصرة من أبناء محافظة جديدة، اللي احنا نستنكر تدخل القوات الإيرانية في تدخل الشؤون العراقية، ونرفض هذا العامري، لأن هذا العامري لا نائب من نواب محافظة البصرة مثل البصرة، ولا هو محافظ من محافظة البصرة، هو رجال من ديالة. احنا نستنكر ونرفض جاية هذا العامري المحافظة البصرة ما بيها ناس كفوها، ما بيها سلم، عدنا سلم،
وعندنا شجعان نختار محافظ من جماهير محافظة البصرة. احنا هذا الشيء نستنكره، هو رجال من اهل دياله ما يمثل البصرة ولا يمثل محافظة البصرة. احنا نستنكر هادي العامري ونستنكر ايران بتدخل العراق، لين اللي دمرت العراق ولعبت في العراق ايران، احزاب ايران استولوا على ممتلكات الشعب العراقي وبخصوصا استولوا على ممتلكات محافظة البصرة. البصرة جاي تعاني، لا شغل لا عمل، عندنا طاحوا شهداء 28 شهيد ما حد استنكر وطلع عليهم، عندنا 25 نائب من محافظة البصرة. انت مو عيب عليكم مو كفؤين؟ يجي هادي العامري يدي مثل البصرة ويشرف على مشاريع البصرة ويشرف على خدمات البصرة وعلى تعيينات البصرة، انت مو زلم؟ 25 نائب عيب عليكم؟ هاي البصرة بصرتكم، البصرة هاي اهلكم وناسكم وصلتكم، المفروض انتم تطلعون وتوقفون تقولون لا نرفض هادي العامري ونرفض ايران. احنا كنواب محافظة البصرة احنا نمثل محافظة البصرة، انتم نواب البصرة مو عيب عليكم؟ هاي اهلكم وبصرتكم، انتم خيركم وحماياتكم وجكساراتكم وفلوسكم كلها من لحم شبابنا. فاحنا نستنكر هادي العامري، رجال هادي العامري من اهل دياله لا يمثل محافظة البصرة ولا يكون له دور في محافظة البصرة، ونستنكر هذا الشيء اليوم وبعد وباكر. ألا تحمل حديدة احزام نتحزم، نفوت على المنايا وابد ما نهتم، نخلي للرشاب يصير والله الدم. قابلنا الموت في ايش؟ قابلنا الموت طابور، قابلنا الموت طابور. اولا لا توجد صيغه قانونيه لقدوم هادي العامري، لا اولا هو نائب بالبرلمان العراقي اولا، ثانيا شنو الصيغه القانونيه اللي جلبوا هادي العامري؟ انا ارد اوجه كلامي الى اهل البصره، ارد اقول لهم انه هؤلاء الناس لا يعتبرونكم بشر، يعتبرونكم درجه ثانيه، ولذلك يجيبوا لكم ناس مو منكم ولا بكم حتى يقفلونها قفله وحده وياخذون الاكو والماكو. 700 مليون دولار انسوها انسوها، ارد اقول لكم من هسه السد انسوه، اصبح بيد الارجنتين، السد اصبح بيد الحدود الارجنتينيه. انا اقول لكم ما يسوي لكم سد ويسوون اعاده استثمار الاراضي الزراعيه والى اخره، انسوها احسن لكم. اولا هذا العامري انت ليس مرحبا بك بالبصره، هاي واحد اثنين ذب جنسيتك الثانية يلا تجينا هنا البصرة، البصرة مقدسة، أهل البصرة إذا أنتم فعلا أولياء نعمة العراق أنتم أساد العراق، مو يجبركم ناس غير ناس. مع الأسف يا أهل البصرة ينظرون إليكم بعدم الكفاءة، يعتبرونكم درجة ثانية، بالله خلينا نشوفكم أنتم فعلا درجة ثانية. أنا أريد أقول مع الأسف خاف يعتبروكم درجة ثالثة لما يجيبوا لكم ناس مو أهلنا، عمي ما نريدهم، عمي ما نريدهم ولا يمثلوننا ولا هلا ولا مرحبا بي، نريد ناس، نريد ناس تبني بلدنا، مو ناس مو من بلدنا يجيبونهم إلنا. من أمام المحافظة الجديدة، من أمام فلكة البحرية، حاليا الشباب جاي يتظاهرون وإحنا طالعين جاي نتظاهر ونساندهم. الحمد لله والشكر مظاهراتنا سلمية والمطالب نفسها، إحنا لا صار لنا من ذيك السنة ومستمرين يوم بعد يوم يوم بعد يوم، جاي نطلع خروج يومي مو خروج أسبوعي أو خروج غيره، جاي نطلع كل يوم نردد نفس المطالب، وبالتالي ما جاي نشوف أي تقديم من الحكومة المحلية والحكومة المركزية، بالتالي هذا يسموه أنه الدولة غير قادرة على أن تكون دولة ترعى شعب، يعني إدارة الدولة إدارة هشة، وبالتالي أكو قوانين وأحكام جاي تطلع وأعتقد كل الناس جاي تشوفها وتتابعها، اللي من ضمنها شخص يجي سنة ويأخذ له جنسية وغيره، أكو تدخلات، يعني إحنا عندنا 25 نائب، يجيك نائب يريد هو يغير ويستلم زمام الأمور بالبصرة وغير لك، هذا شيء يعني حتى بالخيال ما صاير. أنا عندي هنا بالبصرة ملايين الناس
الناس اللي كفاءات، عندي البروفيسور، عندي المهندس، عندي غيره، عندي 25 شخص بالتشريعية ما قدم لي شيء لحد الآن، وبالتالي تباوع الشباب كلها على الطالب الطالب. أسألك بالله، ادخل لك لأي منزل عراقي راح تلقى كل الشباب اللي قاعدة بالمنزل يا أما شخص يشتغل أو ما يشتغل أو إنسان عنده شغلة حرة، يا أما صباغ أو عمالة. إلى متى الشعب العراقي يستجدي لقمة العيش؟ وما الشعب البصري هو أغنى محافظة، أرجع وأقول أغنى محافظة إحنا، مستحيل باوع شوارعنا تقدر تأخذ لك لقطة لأي مكان. هذا أرقى مكان إحنا متواجدين به اللي هو الجبيلة، اللي هو منها تلقى مدينة ألعاب ومقابلة ملاهي وغيره. بس أسألك بالله صور، هذه فلكة، هذه فلكة، هذه أرض، هاي أبسط الأمور. ما أحكي لك عن المدارس وغيرها، يعني أنت إذا طب لك مدرسة والله والله وثق بالله وقدامي ناس راح تشهد، ادخل لأي مدرسة تلقى الجدار محفر، ينتج الطفل ظهره يتلعوس، يقوم الطفل ينشلع بنطرونه. هاي وين صايرة؟ بيا دولة وين حقوق الطفل؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الإنسان اللي باوع لهاي الأمور ويأخذها بعين الاعتبار ويقدر ينطي حقوق هاي الناس؟ ترى حرام. غير أكو حقوق لكل إنسان، مواطن عراقي إلى حق. زين البترو دولار إحنا كل شيء ما مستفادين منه، لو يطبق هم كل شيء ما نستفاد منه، غير 500 مليار اللي إجت وإحنا هم كل شيء ما ندري بيها، اللي هي بعد المظاهرات العظيمة اللي صارت، وغير الشباب اللي قتلت وراحت بشربة ماي وحقوقها ما أخذتها ولم يعتبروهم شهداء. الله يقبل. الظاهر مظاهرات للسلمية كشباب، احنا هسه تشوفون شايلين بس العلم العراقي، جايين نطالب على حقوقنا. احنا ما جاي نخرب، ما جاي اريد احرق المحافظة، لو اطق لشرطي لو اطق لجندي انا اخوي. بس اقول مع الاسف جاي يطلعون الشغب وجاي يقطعون الشارع، ها ما جاي يخلوني الظاهر بالباب، يعني بس جاي يقول لك انها تال حدك، الاحتقار موجود لحد الهال اليوم. ليش يعني تحتقرني؟ انا منين؟ انا مو اسرائيلي يا اخي، انا مو فلسطيني، انا جاي طالب حقي. يعني هيك اللي طالب حقوقه طقوني بالموسيل وضربوني، السلطات جاي للبصره، الشاب يصبح الصبح 1000 دينار ما عنده، يعني روح وين البوك؟ للهيب السلم لو اخر يوم عمري يوميا ادق باب الدوله. اما ما يسوي لي حل البصره، كانوا 20 شهيد طاحوا وفوقها جاي لحد الان يدور يقتلوني. ليش؟ ليش يعني جاي يصير بي؟ وين حقوق الانسان؟ الحقوق الانسان جاي تقولوا عليها هي وين؟ حيوان بالدول عنده حقوق، شعب بصري ما عنده حقوق. انا اشد المراجعنا، يا مراجعنا احنا ولدكم لا تعرفوني، كل احنا جاي نقلدكم. تقول لي المرجعيه، المرجعيه يا اخي ما جاي تسوي لي حل. ليش؟ تقول لي المرجعيه ما لها غرض، اقول لك المرجعيه لها غرض. تعالوا شوفوا وضع البصره، انا اشد وكيل سيد علي السيستاني على راسي، تعال شوف وضع البصره، ازمه البصره تعالوا حلوها. الماي مالح جاي، السلطات جايه، الشباب يعني شيء كتلنا الجوع، كتلنا الظلم، كتلنا الفقر. شوف السجون، المخدرات الترست، كل شاب يسوى رؤوسكم. بابا انت شو تسوي؟ والله انت ما يقنيني، انت والله شابت مخدرات، شاب من حق العبار الطريق انتم من خليته يروح. شباب تهاجرت من وراكم، كل شاب يسوى رؤوسكم. واحد الجوازات يا انت عاجقي لك هيدا اطلع من العراق، العراق يعني بس هل البيت بيهم، ماكو بعد بيهم لا مرجع ولا ابناء، لان ما سويت لحل. ياوه تحط لي ياوه محافظ البصره طيعت كانوا 20 شهيد، اريد القال محافظ البصره، اريد الحكومه الفاسده ذو على الكاس يا اخي مالكم. هاي باوع اجت احزاب للبصره انت تحكم لي، ما اعرف. انا اريد وطن، انا ما اجي احزاب. انت هسه السيطره بالسيطره، انت بقوات الامنيه اذا عندك واحد من احزاب سياره مظلله ما تقدر تحكي وياه، يبرز هويته يعبر على الخط العسكري، لو كان فقير يعبر على الخط العسكري انت تحاسبه. يا اخي انا اريد حكومه بس اريد حقوقي، يعني ما احتاج تجيب يا اخي شغب وتجيب لي منين.
المحافظات ماشي يا بشير المحافظ بس صدام كان ضابط اللي محافظ مع اسمع اتحدى واحد يبوق من الميزانية بمراها سدت البايبات مال مراها مال مجاري قال له اذا ما تنظف المجاري هسه حطك بطنها هو مضابط ضابط محافظ ضابط شم حسب عندنا شم طرقعت الله عندنا وكل هاي تطلع جوعان من الفخر نفط عندك منافع حدودي عندك احساب ايراني عندك تطلع من الجوع يقمعوك شو تسوي كلها تاكل احنا بلد ما حد يرحم بحد واحد ياكل من الثاني روح شوف هاي العمليات والتعذيب هاي ليش اذا مجرم حاسبه بس اذا مريح ليش عندك شيء ما عندك شيء تكرم يجي للفقير للبصره تعال شيل اعطيني بديل ماكو بديل هذا يدل على الاجهزه القمعيه مال صدام يدل على ظلم صدام صدام ابن صباح يحييه كل يوم يحيي الاحزاب المرتزقه مال دول الجوار كل هاي الاحزاب عملاء كلهم تابعين لدول الجوار بس يا ما تحكي الحل يم الشعب بس الشعب نايم يقول له ابو عمامه صار مو نايم يروح ليركض ما يقول له ابو عمامه ما يطلع يطلع بس الشريف فلا تعب روحك الحل يم الشعب يم الشعب طبعا اليوم تظاهرت مثل ما تلاحظون تظاهرات صامتة للتعبير عن غضب المتظاهرين بسبب القمع والاعتقالات اللي للتظاهرات السلمية اللي لاحظناها خاصة في الأيام الأخيرة. طبعا نحب نوصل رسالة نقول لهم نحذر أنه توصل المرحلة لما حصل في أيلول 2018 بسبب القمع من قوات الشغب وقوات السوات. احنا اليوم طالعين تظاهرة صامتة سلمية أتمنى أنه ما تقابل بقمع. مطالبنا معروفة وهي حقوق في الحقيقة وليست مطالب ومستمرين بالتظاهر وإن شاء الله إلى أن تتحقق مطالب. مجموعة من الشباب البصري خرجنا للمطالبة بحقوقنا في هذه الساحة وقرب محافظة البصرة. احنا شباب مهمشين سرقوا حقوقنا حقيقة، يعني هنا معقل السراق في المحافظة. نحن نطالب بعض المسؤولين بالخروج بالمعرفة بحقوقنا. لماذا كفاكم تهمشون بنا؟ نحن خريجين، نحن هناك كثير من الشباب العاطلين عن العمل. نحن نطالب أيضا بالخروج لسد المنافذ والأماكن المنافذ البصرة ومنافذ الشلامشي، وإن شاء الله سوف نصل إلى الحل بأقرب وقت. بعد سلب حقوقنا وصلنا المرحلة خلينا كمامات على حلوقنا وسدينا حلوقنا وخلينا علامة اكس، يعني ما نحكي ابد. وصلنا لهيك مرحلة وهي الحكومة وهي المحافظ وهي مجلس محافظة، وصلنا سدينا حلوقنا وجينا نطالب بحقوقنا. مظاهرات كاتمين الافواه ما نحكي اي كلمة، والحد هسه من عنا القوات الامنية من الدخول من الوصول الى المحافظة. وقلت لهم انا رجال جاي طالب حقي وجاي ساد حقي ما احكي ولا كلمه، وهم من عوني قال لي بامر من المحافظ ممنوع اي مظاهره. وقبلي كانت بال500 نفر مظاهره نازلين جماعه العقود ولا من عوهم ولا وصلوا لهم. اطالب الراي الدولي والامم المتحده وكل شريف يجي يخلصنا من هاي الحكومه الفاسده من هاي الارهاب. انا اعتبرهم ارهاب ذولي لان حقي ما جاي ينفذونه، جاي من عوني من المطالبة بحقي.
فوق يا ابو حمامه فوق يا ابو حمامه فوق لا عيش للزور فوق يا ابو حمامه فوق يا ابو حمامه فوق يا ابو حمامه فوق يا ابو حمامه فوق وصاق يا هذه التظاهرات تظاهرات شباب الوسطى يعرض مطالب بسيطة جدا شباب يريدون عمل يعني من المفارقات العجيبة البصرة أم الخير تستجيب للآخرين البصرة أم المي ما عدا مي يعني فشيء عجيب شباب خريجين عاطين على العمل شباب ما عنده 100 متر يسكن بيها هذه أم البصرة الخير مثل ما يقول تحمل ذهب وتاكل عقله حتى العقل ما موجود عندنا عجيب يعني البصرة ملتقى دجلة والفرات احنا حيطنا البحر ما يغسل ايدنا وجينا ما به يعني وين الحكومة هسه ما طالبين لا جكسارات ولا فلل ولا طالبين وظائف ونزيحهم من مناصبهم مجرد موظف خريج يقول الشغل يا اخي البصرة 4 مليون ازيد من مليون شاب عاطل عن العمل الى متى يعني الى متى الحكومه مالتنا يعني احنا من راح صدام استبشرنا خيرا قلنا الحمد لله والشكر اجى الخير وماكو الخير ماكو اليوم احنا حقيقة نناشد الضمير الدولي نناشد كل شعوب الأرض نناشد منظمات حقوق الإنسان أن تلتفت للبصرة البصرة تموت البصرة تحتضر ليس من المعقول أن تكون هذه المدينة التي تمتلك كل هذه الثروات من بترول وموانئ ومعامل لا يستطيع شبابها أن يجد فرصة عمل واحدة تكثر فيها الأمراض الماء الملوث الذي لم يجد له حل ليس من المعقول هذه المدينة الغنية ليس في المنطقة فحسب بل في كل العالم أن لا يجدوا أهلها ماء صالحا للشرب يا كل الشرفاء يا كل الضمير يا الضمير العالمي يجب أن تلتفتوا إلى هؤلاء إلى أبناء البصرة اليوم نقف صامتين نحاول أن نوصل صوتنا إلى كل منظمات حقوق الإنسان الدولية بأنه القوات الأمنية تقمع التظاهرات تكمم أفواهنا كل ما نطالب بحقوقنا حقوقنا الأساسية الحقوق الأساسية المفترض أن يوفروها لنا من ماء ليس من المعقول أنه شعب في القرن 21 يطالب على ماء وكافي يعني والله ملينا يعني لا نحتاج إلى جوامع وحسينيات نحتاج إلى مدارس نحتاج إلى مستشفيات نحتاج إلى أن هؤلاء الشباب العاطلين على العمل أن توفر لهم فرص وهذه الفرص ما تكون بهذه الطريقة ماء مسمم الماء المسمم الذي ليس له حل في شط العرب يقيمون عليه مشاريع لك اخجلوا يعني اخجلوا ولو 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 ذرة خجل ما عندكم اليوم نعبر عن هذا الرفض بهذه التظاهرة الصامتة حق الله وبيت الله السرطانات تتعجب عليه الامراض التنق يعني هسه جاهل يطيح جاهل يطيح جاهل يجيك الثاني والله يعني عدد يعني بدون انصاف يعني ما يخافون الله يعني انا ناشدت حقوق الانسان ناشدت الاسلام ناشدت رب العالمين يعني عجيب يعني الا تستحفف على الماشيت تعال شوف والحسين هسه الحسين ما مجبور تعال شوف الامراض اللي عندنا والله هسه انا بنت متنق جيت يعني من ضيمنا جاي نجي وحق الله من تطلع قالوا لك انت داعش من قالوا لك انت والله ما مدعومين الله وكيلك داعم الضيم يعني تعال شوف هسه عائلتي تعال شوف البيوت ما داير ما داير والله لو امراض سرطان لو مختنقه بالتنق يعني وين نروح؟ يريد يهجروننا من البلد ما ادري ما نشرد احنا هذا البلد عشنا بيه ونضل بيه ان شاء الله متنا والله العظيم متنا Thank you.
خرجنا مظاهرات اليوم يوم الأحد، مظاهرات عارمة نطالب بيها إقالة أسعد العيداني وحل مجلس محافظة وخروج هادي العامري من البصرة بأسرع وقت. زين، وإلا والله العظيم سوف نعلن مظاهرات قوية وعارمة، لذلك أخرج بسرعة ونطالب بإقالة أسعد العيداني وحل مجلس محافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مواطنين بصريون، اليوم خرجنا المطالبة على حقوقنا وحقوق البصرة المسلوبة. اليوم مظاهرات دائرة الكهرباء والبلدية، يعني اليوم البلدية والكهرباء من هتفوا المتظاهرين كلا كلا للأحزاب. أنتم اليوم أحزاب مثلا وتبيرون وجهكم وترحون، إحنا اليوم كل إحنا حقوقنا حقوق البصرة. أنت اليوم وقف وياي، أنت ابن البصرة، اليوم كل إحنا ولد البصرة، يعني أنت ليش تروح؟ تعال وقف ويا أخوتك مساندة، يعني باع الماي، الماي مالنا وصخ، الماي يقتل وعذاب والله العظيم. يعني الماي خايس، كهرباء ما عندنا، نظام ما عندنا، نظام بيه خير ما عندنا. الدولة يجيك المحافظ يقول لك لا والله ما توصل هنا، انت مظاهرة طالب على حقك، اخلي لك جيش وشوات وشغب اليوم يقمعونك. لا هذا حق، اليوم انا جاي على حقي، انت طلع لي جيش وهاي قال لا والله، وضباطنا ما عندهم اسلوب، انت ليش ما عندك اسلوب؟ هذا مواطن اخوك تحكي عليه تقول لا والله حطك بالويل واليوم اسحق بيك القاع، هذا مو حكي. حتى لو جاي ما يخرب انت تخليه يخرب. من انت اليوم انا من تنرفزني اسوي كل شيء، اسوي احرق تاير، اقطع شارع، افلش طابوق، بس انت ما جاي تحترم المقابلك. واذا عندنا قانون احترم تحترم. يم محافظة جديدة قطعوا الطريق علينا، لا يخلونا نوصل للباب، واحنا ناس جايين سلميين بس شايلين علم العراقي. يعني شنو احنا جايين هسه؟ جايين خرب؟ ليش انا من البصرة جاي طالب حقوق؟ انا ما جاي اليوم اريد اخرب، لو اريد احرق محافظة، المحافظة محافظتي. شوف البصرة، يعني كثير من الشباب الطلبة الطلبة كثير من السلطنات الجاية للبصرة. البصرة هاي من الخير، ليش الجاي يصير بيها هيكي؟ كارس بنجلادي، هندي، ياباني، ابن البصرة ها بالبيت عطار بطار، ليش؟ يعني وين نروح؟ وين قلونا بوقو؟ قلونا نسلب؟ يعني هيكي ابن البصرة يصير بيه؟ هاي البصرة من الخير، هاي البصرة من الخدمات، تخلي من الدول يجي هنا يشتغل وانا قاعد.